اهلا استاذ وائل. خالد ابو عرب من الشرقيه. خالد اهلا بيك. اهلا مساء الخير استاذ وائل. خالد ايه الاوضاع عندك؟ نعم استاذ وائل، اتواجد الان بمحافظه الشرقيه تحديدا امام مدرسه الزقازيق الفندقيه. ربما الاقبال اليوم متوسط، ولكن يوم الامس كان الاقبال اكثر بشكل كبير، ولكن يعني هي اعداد لا يستهان بها ايضا. ولكن المشهد السائد هنا في محافظه الشرقيه هو الاحتفال. الصحف الاجنبيه والصحف الدوليه وجميع الصحف اكدت ان الشعب المصري حول عمليه الاستفتاء على الدستور الى عرس ديمقراطي، وهو المشهد السائد الان يعني نرى فيه. طب خلينا يا خالد، خلينا نشوف مظاهر الاحتفال يا خالد وانت بتتكلم كده، خلينا في وسط الناس، ادخل في وسط الناس. هذه مظاهر الاحتفال. ربما يعني سيارات في محافظة الشرقية تتجول في أكثر من مكان، وتتواجد في عدد كبير أمام اللجان، وعدد كبير منهم يدعو المواطنين بالاستفتاء بنعم للاستقرار أو نعم للدستور كما أكدوا. حملة مستقبل وطن أيضا تشارك في هذه التغطية أو في عملية الاستفتاء في اليوم الثاني. وهذا المشهد أيضا تكرر في اليوم الأول من عملية استفتاء للدستور. الشعب أو المواطنين في محافظة الشرقية حارسين بشكل كبير جدا على المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور. أيضا يعني هناك أعداد كبيرة من المسؤولين يتوجهون إلى اللجان لمتابعة الوضع في محافظة الشرقية. محافظة الشرقية الدكتور سعيد عبد العزيز أيضا كان له دور كبير في التجول في عدد كبير وتفقد اللجان. طيب خالد أدينا نموذجا من مشاهد الاحتفال بالنسبة للمواطنين في محافظة الشرقية يحتفلون. حولوا عملية الاستفتاء كما ذكرت أستاذ وائل إلى عرس ديمقراطي، ولكن يعني ربما لم نجد أي مشكلات حتى الآن في محافظة الشرقية. أنا أحاول الآن أن أتحدث مع عدد كبير من المواطنين. ادخل لنا في وسط الناس وفي وسط احتفالات الناس، نتعرف منهم على عملية الاستفتاء. أتعرف بحضرتك مصطفى السيد عبد الغني. نعم للدستور، نعم وألف نعم. وفرحة النهاردة وفرحة الدستور، ويا ريت بنقول بالروح بالدم نفديك يا سيسي، بالروح بالدم. هل عندك أي ملاحظات النهاردة بالنسبة لليوم التاني للاستفتاء؟ ده حية جميلة، الفرحة ديت مش بسعي، لا للإرهاب، لا للهاب بعد اليوم، وجدد على الهاب، وبقول نعم نعم وألف نعم للدستور. مشكورك جدا، مشكورك حضرتك. برضو احنا شايفين في مشاركة نسائية بشكل كبير في هذا الاستفتاء، يعني حضرتك كنت حريصة انك تنزلي وتدلي بصوتك. اكيد طبعا، السيسي غير لنا كل حاجة وغير لنا وخلى بلدنا جميلة، وان شاء الله تبقى جميلة، علشان خاطر لازم هو يمسك البلد دي.